وللحديث أكثر عن أطماع إيران في حقل الدرة الغازية رغم محاولات التقارب العربي لنزع فتيل الأزمة مع طهران، ينضم إلينا عبر الهاتف من مكة المكرمة الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي الدكتور عبد الحفيظ المحبوب. حياكم الله دكتور عبد الحفيظ. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك دكتور عبد الحفيظ. يعني حقل الدرة يشعل الصراع من جديد في الخليج العربي، لو تطلعنا على الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لهذا الحقل. حقيقة يعني هناك ضخ إعلامي وذوبة إعلامية أخذت مدى يعني أكثر مما يلزم. حقيقة يعني بين الدول الخليج وإيران هناك 28 حقل يعني مشترك، طبعا تقريبا لإيران 20% من الغاز و 30% من النفط. فبالنسبة يعني حقل الدرة هو مكتشف، يعني الخلاف مع إيران يعود إلى 1967 في زمن الشاه بعد اكتشاف الحقل. طبعا عندما يعني اتجهت إيران في 2001 إلى التنقيب في الحقل، جعل السعودية والكويت يتجهان إلى إبرام اتفاقية بشأن الحدود البحرية. الحدود البحرية هي مقابلة للحدود البرية المقسومة بين المملكة العربية السعودية، فتم تقسيم المنطقة البحرية بين المملكة العربية السعودية والكويت، ترسيم الحدود البحرية يعني تكون مقسومة من حيث السيادة ومن حيث الثروة النفطية والثورة الاقتصادية تكون مشتركة بالمناسبة، كما هي في المنطقة البرية. فحقل الدرة يتواجد طبعا هو في هذه المنطقة ويحتوي على احتياطيات 220 مليار متر مكعب من الغاز. على فكرة يعني إيران هي تمتلك ثاني احتياطي غاز في العالم بعد روسيا، 34 تريليون متر مكعب. يعني هذا الحقل لا يساوي شيئا بالنسبة لاحتياطيات إيران. إذن لماذا تبدو يعني متصلبة وحريصة على هذه الحصة بهذا الحقل؟ لا يتنازل أحد عن يعني الثروات الاقتصادية أبدا، لكن معالجة الموضوع يعني يحتاج إلى طبعا إلى العودة إلى القوانين. المملكة العربية السعودية، الكويت والمملكة العربية السعودية متفقتان كطرف تفاوضي واحد باعتبار أن حقل الدرة يقع في المياه البحرية الكويتية والسعودية. ففي 21 مارس 2022 يعني اتفقت السعودية والكويت لتطوير حقل الدرة لإنتاج مليار قدم مكعب قياسية من الغاز الطبيعي و 84 ألف برميل من المكثفات. طبعا في الجانبين وقع الاتفاقية في 13 أبريل 2022. إيران اعترضت على هذا الاتفاق واعتبرته أنه اتفاق غير قانوني، وعلى لسان في 28 مارس 2023 أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي القيام بعملية حفر في الحقل المغمور يسمونهم أرش. لكن يعني في بعده بيوم مباشرة 26 مارس من تصريح وزير النفط الإيراني، أكد وزير خارجية الكويت آنذاك أحمد ناصر الصالح أن إيران ليست طرفا في حقل الدرة. عموما دعا في 4/7/2023 دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الكويت سالي البراك إيران إلى الالتزام إيران بترسيم الحدود الدولية البحرية الشرقية في حقل الدرة. وهذا طبعا لأنه هو يستلزم المطالبة بأي حق أن يتم ترسيم الحدود، والحدود البحرية هناك قوانين بحرية في عام 1982، هناك المنطقة الاقتصادية يعني متفق عليها، الجرف القاري
الكويت الذي هو امتداد الكتلة البرية المغمورة للساحل الكويتي، يمكن أن يمتد حتى عمق 200 متر. هناك قوانين وفق المادة 76 من قانون البحار الذي يسمح باستغلال الموارد، فلا يمكن إيران تطالب بأي حق إلا بعد ترسيم الحدود. ولكنها ترفض من حيث المبدأ البدء بترسيم الحدود إلا بعد الاعتراف بحصتها والبالغة نحو 40% من هذا الحق. السؤال هنا، هذا التعنت الإيراني إلى أي مدى لربما يعثر عملية ترسيم الحدود برأيك؟ أعتقد يعني التصريحات يعني هي ليست قانون وليست يعني تفرض على أي طرف من الأطراف. المعروف قانونيا ودوليا ودبلوماسيا أيضا أن الطرف الذي يعني يدعي أن له حق فيمكن أن يعترف بالحق قبل ترسيم الحدود. قانونيا ومنطقيا يتم ترسيم الحدود أولا، ثم يتم تحديد إذا كان لهذا الطرف أو ذاك له حقوق. أنا أعتقد يعني سيحصل على هذه الحقوق، وإذا كان هناك خلاف أو هناك محكمة دولية. طيب. للفض بين في المنازعات، وسبق أن حدث بين البحرين والأشقاء بين البحرين وقطر، وحكمت المحكمة الدولية لصالح البحرين. هذا موجود في القانون الدولي لا يمكن أن يعني مهما كانت. طيب إيران كما تعلم، نعم دكتور عبد الحفيظ، إيران كما تعلم يعني هددت ببدء عمليات التنقيب في هذا الحقل، فيما إذا ذهبت بهذا الاتجاه من طرف واحد ما هي الخيارات المطروحة أمام دول الخليج العربي؟ لا أنا لا أظن هي مجرد تصريحات عنترية، لكن أنا في ظني أن الآن حينما يكون هناك التفاوض بين الكويت والسعودية كطرف تفاوضي واحد، الكويت طرف ضعيف، لكن حينما تكون المملكة العربية السعودية والكويت فهم طرف قوي جدا، والمعادلات الدولية الدول لا تعترف إلا بالمعادلات التعامل بين الدول والقوة حقيقة. ونحن نعرف أنه كيف سلمت ثلاثة جزر الإماراتية من قبل بريطانيا لإيران. فالآن الدول اختلفت، المملكة العربية السعودية أصبحت قوة، وأنا أعتقد هناك مصالح مشتركة ما بين إيران ودول الخليج. لا يمكن أن تضحي إيران بمصالحها مع دول الخليج، بالعكس الآن هناك الآن في اتفاقيات مبرمة كثيرة جدا، يعني دول الخليج ستضخ استثمارات ضخمة في تنمية هذه الحقول المعطلة. 28 حقل ما بين دول الخليج وإيران. أنا لا أعتقد، ليس من يعني إيران ليست بهذا الغباء أنها هي تضحي بمصالحها كلها في منطقة الخليج، وهناك اتفاقيات يعني ستعزز قدرة وقوة إيران النفطية والغازية، لأن العقوبات أثرت على إيران. جميع البنية التحتية للحقول متدهورة ومنهارة، فهي الآن هي تحتاج إلى ضخ استثمارات طيب. خليجية وتعاون في إذن بأي يعني سياق دكتور عبد الحفيظ، يعني ذكرت أن هذه التصريحات لربما لا تتعدى العنتريات، ولكن في أي سياق يمكن وضع هذه التصريحات مقابل السياسة التي تنتهجها دول الخليج العربي لربما احتواء إيران وتقريب وجهات النظر معها؟ لماذا تقابل إيران هذه يعني هذا التقارب بهذه التصريحات؟ والله أنا أعتقد أن هناك في فرق بين التصريحات للحصول على يعني مصالح سياسية في ملفات أخرى، ولكن حينما يجلس المتفاوضون على طاولة التفاوض والتفاهم
يختلف عن التصريحات تماما. ونحن لا يبدو ان الاعلام يعول كثيرا على هذه التصريحات، لكن الدبلوماسيين لا يعولون كثيرا على مثل هذه التصريحات التي لديها اجنده او لديها مصالح سياسيه من اجل الحصول على مقايضات او تنازلات في ملفات اخرى. هناك ملفات كثيره موجوده في المنطقه، الملف النووي، الملفات يعني ملفات كثيره جدا. تود ايران ان تضغط على دول الخليج لكي تتنازل في مثل هذه الملفات. في المقابل ايضا دول الخليج لديها مصالح اخرى. لا، انا لا اظن، يعني انا اعتقد الاعلام ياخذ مثل هذه التصريحات ويحاول ان يعني يضخ ضخ اعلامي وتؤثر في الساحه السياسيه والدبلوماسيه. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا عبر الهاتف من مكه المكرمه الاكاديمي والمحلل السياسي السعودي الدكتور عبد الحفيظ المحبوب، شكرا جزيلا لك.